المزمور 11. بالرب اعتصمت، فكيف تقولون لي أهرب كالعصفور إلى جبلك؟ فإن الأشرار يشدون قوسهم، وعلى الوتر يسددون سهمهم، ليرموا في الدجى القلوب المستقيمة. إذا ما الأسس انهارت، فماذا يصنع البار؟ الرب في هيكل قدسه، الرب في السماء عرشه، عيناه تبصران العالم، وجفناه يتفحصان بني آدم. الرب يتفحص البار والشرير، ومن يحب العنف فيبغضه. يمطر على الأشرار كبريتا وجمر نار، وريح السموم نصيب كؤوسهم، لأن الرب بار يحب البر، والمستقيمون يشاهدون وجهه.